بسم الله الرحمن الرحيم. محضر مناقشة رسالة ماجستير. قامت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 7/18/3349 بتاريخ 19/22 والمؤلفة من السادة المدرجة أسماءهم في أدناه: السادة الدكتور رشاد فاضل، الدرجة العلمية أستاذ في اختصاص الفسلجة جامعة البصرة، السادة الدكتور هناء سلمان، المرتبة العلمية أستاذ فسلجة حيوان جامعة البصرة، أستاذ مساعد دكتور نبيل مهدي، أستاذ مساعد الفسلجة جامعة ذي قار، وأستاذ مساعد إقبال عبد العزيز، أستاذ مساعد الفسلجة جامعة البصرة عضوا ومشرفا، وأستاذ دكتور حامد جدوع أستاذ بالكيمياء الحياتية مستشفى الفيحاء عضوا ومشرفا. وبدراسة ومناقشة رسالة طالب الدراسات الماجستير أنوار حسون عباس، وذلك في يوم الأحد المصادف 13/11/2022، واستدادا للفقرة الخامسة من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا، وفي ضوء قابلية الطالب على طرح واستيعاب موضوعات ومعلومات رسالته والدفاع عنها، اتخذت هذه اللجنة التوصيات الآتية: قبول الرسالة أو اطروحها كما هي أو بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها، والتوصية بمنح شهادة وبتقدير امتياز. ويكلف الأستاذ الدكتور رشاد فاضل بمتابعة التصحيحات مع الطالبة.